بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني نقعد النهاردة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن الهيستولوجي of the respiratory system. كإنترودكشن للرسبيراتوري سيستم بنقول إن هو بيتكون من جزئين رئيسيين. الجزء الأولاني اللي هو الكوندكتنج بارت، والجزء الثاني اللي هو الرسبيراتوري بارت. الكوندكتنج بارت كل وظيفته ان هو بيوصل لي الهواء من النوز الى الالفيولاي اللي هي جزء الريسبيراتوري بارت، والريسبيراتوري بارت وظيفته هو تبادل الغازات الاكسجين والكربون دايوكسيد. الجزء الكوندكتنج بارت بيبقى فيه النيزال كافيتي والنيزوفارينكس طبعا مع اللارينكس والتراكية بعد كده، وبعدين بينزل على البرونكاي والبرونكيولز والتيرمينال برونكيولز، وفي النهاية بنصل إلى الريسبيراتوري بارت اللي هو عبارة عن ريسبيراتوري برونكيولز الفيولار داكت والفيولاي. الكوندكتنج بارت كوظيفة بيقوم بتوصيل الهواء، وبعدين نمرة اتنين والمهم جدا انه بيعمل اير كونديشنينج، بيرطب الجو الهواء اللي بناخده، وبينظم الحرارة بتاعته، ان كان ساخن بيبرده ان كان بارد بيدفيه، وبيزود درجة الرطوبة او يظبطها. كمان بيقوم بعملية تنظيف، ودي من اهم الوظائف في الكوندكتنج بارت. تنظيف لإيه؟ تنظيف للدست والفيومز والبخار والغازات اللي مش كويسة بتدخل نتيجة التنفس مكان في هواء مش كويس أو حاجة زي كده، بكتيريا أو فيروسات بتدخل الريسبيراتوري سيستم بيعمل لها ترابينج وبتلزق في الميوكس اللي فيه، وبالتالي الجسم بيتخلص منها بعد كده. فده جزء، ده حاجة مهمة جدا في الكوندكتنج بارت. بالنسبة لأول جزء في الريسبيراتوري سيستم اللي هو النيزل كافيتي. النيزل كافيتي بيبتدي بفتحة الفيستيبيول بتاعت النوز، ودي بتتغطى بطبقة سكين. السكين اللي عليها بيبقى فيه شعر، شعر دوت بيعمل ترابينج للبارتكلز بتاعت الدست والجسيمات الكبيرة شوية. اما اذا كانت الحاجة اصغر من كده فبيحصل لها ترابينج او بتلزق في الميوكس اللي في الريسبيراتوري ميوكوزا، وبيتم التخلص منه باستمرار عن طريق السيليا اللي موجودة عليه. الريسبيراتوري اريا اوف ذا نوز بتبقى متغطية بكونكتيف، بيبقى عليها كونكتيف تيشو، بيبقى هايلي فاسكولار، بيسموه سودو او بيسموه اريكتايل تيشو، بيسموه اريكتايل كونكتيف تيشو، لان هو لما بيحصل له كونجيشن بيبقى فيه بيقفل النيزل كافيتي، بيقفلها خالص، وده اللي بيحصل في نزلات البرد. بعد لما يجي له شويه برد بيحصل اوبستراكشن للنيزل باسجز. اللايننج بتاعه بيبقى متغطي بريسبيراتوري ايبيثيليوم، والريسبيراتوري ايبيثيليوم هنقول عليه بعد شويه حاجه سبيشال تايب اوف ايبيثيليوم، بيبقى سبيسيفيك للريسبيراتوري تراكت، مش موجود في حاجه تانية غير الريسبيراتوري سيستم. وده يعني جنرالي نقول بطريقه كده بنقول عليه سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم ويز جوبلت سيلز. طيب الريسبيراتوري ميوكوزا بعد كده، او عفوا الاولفاكتوري ميوكوزا، دي الجزء الاخير اللي في النيزل كافيتي من فوق بقى في الروف بتاعه، بيبقى فيه حاجه اسمها الاولفاكتوري ميوكوزا، ودي عليها سبيشال ايبيثيليوم، بيبقى متخصص في عمليه المختص به حاسه الاولفاكشن او الشم. هنشوف الديتيلد ستراكشر بتاعه بعد شويه. الابر ريسبيراتوري سيستم ما زلنا فيه في النيزل كافيتيز، النيزل ساينسز. النيزل ساينسز بتبقى عبارة عن تجاويف موجودة في السكال بتفتح على النيزل كافيتي. نيزل ساينسز دي بتبقى بتساعد على الفونيشن بتاع الصوت، وبتخفف وزن السكال،
ومن جوه بتبقى مكسيه بنفس الابيثيليوم اللي هو السودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد ابيثيليوم ويز جوبلت سيلز، لانها بتطلع ميوكس برضه. وامنيزو فارينكس بقى دي الحته اللي ورا النيزال كافيتي من ورا خالص، ودي برضه مكسيه بنفس نوع الابيثيليوم اللي احنا اطلقنا عليه اسم ريسبيراتوري ابيثيليوم علشان هو مختص بالريسبيراتوري سيستم. الكوريام بتاع النيزو فارينكس من تحت الابيثيليوم ده هو بيبقى تحتيه طبقه غنيه بالليمفوسايتس عشان تدافع تعمل دور ديفنس، وتبقى غنيه برضو بالميوكاس جلاند وفيها الادينويدز. الادينويدز اللي هي ايه؟ ادينويدز اللي هي التونسل بتاعه النيزو فارينكس من ورا، فيها حته زي الليمف نود كده بنسميها التونسل، بتبقى امبيدد في الميوكوزا اوف ذا نيزو فارينكس. اما الاولفاكتوري ميوكوزا اللي قلت عليه من شويه بقى، فده الديتيلز بتاعه هنا. بص معايا للشكل بتاعنا ده، الميوكوزا هيت او الابيثيليال كفرنج بتاعه في عباره عن خليط من ثلاث خلايا موجودين. طبعا عشان هو ابيثيليوم لازم يبقى له تحتيه بيزمنت ممبرين. لما تيجي تبص على الابيثيليوم هتبص تلاقي في الخليه الرئيسيه فيه اللي هي النيورونز اللي بتقوم بعمليه السميل الاولفاكشن. الخليه دي هي عباره عن باي بولر نيورون فيها راسين زي ما انت شايف، اللي هي طرفين عفوا من فوق ومن تحت. الطرف الفوقاني بتاعها بيأكت از دندرايتس. الدندرايتس دي فيها حته دايليتد منها اللي عليها السهم، دي هي عباره عن زي كان بيسموها الاولفاكتوري فيزيكل. ديت بتطلع سيليا منها بتصل الى 12 سيليا كل واحده. السيليا ديت بتعمل دورها بتقوم بتشتغل كريسبتور للايه؟ للاولفاكشن. وزياده السيليا دي مش بتتحرك، السيليا ديت بتبقى ثابته نون موتايل. الدور الرئيسي بتاعها في ان او وظيفتها انها تزود لي السيرفيس بتاع الاولفاكشن ريسبتور. الريسبتور اوف اولفاكشن تزداد المساحه بتاعته، تدينا سطح اكبر نقدر نقوم بيه بعمليه الاولفاكشن. الخليه رقم 2 في الاولفاكتوري ميوكوزا هي السبورتنج سيلز اللي طلع لها مايكروفيلاي على السطح بتاعها كده. المايكروفيلاي اللي على السطح ده هيت برضو بتزود مساحة السطح. الخلية ديت يعني دورها في السبورت غالبا بيبقى عن طريق تنظيم البيئة او الكيميكالز الكيمستري بتاع المايكرو انفايرومنت اللي في حوالين الفاكتوري نيورونز. بعد كده هتلاقي الخلية رقم 4 أو 3 عفوا اللي هي البيزل سيلز اللي هي اللي باللون الاخضر ديت. الخلية ديت بتقوم بدور الستيم سيلز بحيث ان لما يحصل لوس للسيلز التانية بيحصل لها انها تتجدد عن طريقها. بعد كده في بيزمنت ممبرين تحت، طبعا ده ابيثيليوم لازم بيبقى في بيزمنت ممبرين. وبعدها في كوريام من الكونكتيف تيشو بيبقى غني بجلاند بتطلع سكريشنز عشان تدوب او الضغط بتاعها بيفتح فوق بتطلع السكريشن بتاعها يساعد على ذوبان الغازات فيها، وتقوم عشان الرياكشن تعمل رياكشن معاه اللي هي الاولفاكتوري سيليا اللي فوق. فالذوبان السوائل دي في عن طريق السكريشنز اللي بتطلع من تحت بتخليها تقدر تدوب في الريسبتورز بتاعت السميل وتوصل بعد كده تتحول الى اشارات جوه النيرف سيل ده هيت، تتحول الى اشاره او امبلس تعدي من مع بعضها في الاكسونز بتاع السيلز ده هيت، تخرج مع بعضها وتعدي من الكريبري فورم بالات بتاع السكال وبتطلع فوق تعمل الاولفاكتوري نيرف. الاولفاكتوري نيرف احد الكرينيال نيرف المعروفين. طيب ايه بعد كده؟
بص معايا بقى، الاولفاكتوري الابيثيليوم ده اللي كان فوق في النوز، عندي برضو في اولفاكت في حاجه هنا ابيثيليوم تاني سبيشال تايب اوف ابيثيليوم موجود في الريسبيراتوري سيستم. هذا الابيثيليوم معروف باسمه باسم الريسبيراتوري ابيثيليوم كريسبيراتوري ابيثيليوم، واخد نفس الاسم بتاعه. ايه هو الابيثيليوم ده؟ الابيثيليوم ده عباره عن، قلنا عليه جنرالي هو عباره عن سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم وسيليتد وبجوبلت سيلز. هل ده كفايه؟ لا ده مش كفايه. بالنسبه لنا احنا محتاجين نعرف كل نوع من السيلز فيه، هو فيه خمس انواع على الاقل من السيلز، نقولهم الاساسيين كاساس للكلام. اولا في سيليتد كولومنر سيلز، السيليتد كولومنر سيلز اللي هي البيضه الكبيره دي اللي هي ديت السيليتد كولومنر سيلز. السيليتد كولومنر سيلز ده هي بيبقى عليها سيليا كتير، مئات السيليا موجوده عليها. السيليا دي بتتحرك دايما وبتزق الميوكس بحيث يطلع دايما على الريسبيراتوري الفتحات اللي فوق الابر ريسبيراتوري سيستم، بتزق الفوق بحيث يتخلص اللنج ما توصل لهاش اي حاجات من بولوتنت او مايكرو اورجانيزم ترميها لبره على طول مع بعضها، وبتبيت دايما ريزميكالي مع بعضها بسينكرونس موفمنت، فيها هارموني في اتجاه واحد بحيث تتخلص من الميوكس دايما في لبره. السيلز دي حوالي 30% من عدد السيلز، تبقى كتيرة قوي. اللي زيها برضو تقريبا في نفس النسبة الجوبلت سيلز اللي موجودة، وده هي بتقوم بدور مهم في افراز الميوكس عشان تدوب اي حاجة تخش جوه الريسبيراتوري باسج تلزق فيه وتترمى لبرة، تطلع من النوز او من النيزوفاريكس. بعد كده في خلية تانية اللي هي برضو مهمة اللي هي البراش سيلز. البراش سيلز ده هي عبارة عن ايه؟ بص معايا كده، هتلاقي في واحدة باللون البينك الفاتح ده اهي، اللون ده الخلية دي هي اللي طلع لها مايكروفيلاي. لو تلاحظ المايكروفيلاي على الايبكس ده هوت بتقوم بايه؟ بيبقى لها كونكشن من تحت، تبقى كونكتد بنيرف اندينج. النيرف اللي وصل لها ده بيوصل اشارات منها الى النيرف سيستم، عشان بتوصل بتاكت از كيمو ريسبتور. اي كيميكال او اي حاجه اريتنت توصل للريسبيراتوري ابيثيليوم بتدي الاشاره على طول، عشان زي حاجه زي الكوف ريفلكس بيحصل عن طريق الريسبتورز ديت، بتنقل الاشارات توصلها عن وجود الريتيشن او حاجه، فيحصل الكوف ريفلكس عشان يتخلص الجسم من الاريتنت اللي فيه. بعد كده في البيزل سيلز او شورت، دي شورت سيلز اللي هي بتبقى كتير شويه، موجوده باللون الاخضر هنا في الدياجرام دوت. السيلز ديت بتشتغل كستين سيلز. يعني ايه؟ يعني بمجرد ما بتنقص السيلز اللي حواليها بتبروليفريت عشان تعوضها. عندي اخيرا في خليه اقلهم في العدد اللي هي السمول جرانيول سيلز، او اسمها كال. بص اهي معايا، ولا معايا كال شيت سكي، كال شيت سكي سيلز ديت معروفه باسم العالم اللي عارفها. السيلز ديت بتبقى احد النيورو اندوكراين سيلز، او النيورو اندوكراين جزء من النيورو اندوكراين سيستم، او الدي ان اي اس اختصارها ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم، وبتبقى بعدد قليل في الريسبيراتوري ابيثيليوم. بعد كده نبص على ننزل بقى في الريسبيراتوري سيستم من اللارينكس، وانت نازل ناخد اللارينكس معانا. ايه هو اللارينكس؟ اللارينكس عباره عن حاجه تبقى الريجولار تيوب بيكونكت الفارينكس مع التراكيه. لما كونكت الفارينكس مع التراكيه بتبقى تبص تلاقي الاستراكشر شويه كومبلكس، في سيفرال كارتلاجينس بارتس، حتت من الكارتلج من جوه اللامينا بروبريا بتاعته.
الكارتليج اللي فيه القطع الكبيره معموله بالهايلاين كارتليج، الكبيره منها بتبقى هايلاين والصغيره منها بتبقى دايما الاستيك كقاعده. في اللارينكس لما تيجي تبص جوه هتبص تلاقي ان في حته الايبيجلوتس اللي فوقانيه دي. الايبيجلوتس ده بيبقى عباره عن زي اللسان المزمار ده، هو بيطلع بيبقى في الماتيريال بتاعته عباره عن بتاع ده هو الاستيك كارتليج سبورتد بالاستيك كارتليج. الالاستيك كارتليج اللي فيه بيديله فليكسيبيليتي علشان يتحرك مناسب للوظيفه والمكان بتاعه. عندي بعد كده اللينجوال سيرفيس ناحيه اللسان بيبقى متغطي ب ستراتيفايد سكويموس ابيثيليا. من ناحيه البيز بتاع الابيجلوتس من تحت بيبقى متغطي بين الماركه بتاعه الابيثيليا اللي هو الريسبيراتوري ابيثيليا، ده كابيجلوتس بالذات. بص معايا تحت كمان في لما تيجي تبص على اللارينكس من تحت هتلاقي فيه اتنين فولد موجودين. الفولد الفوقاني ده اللي هو الفولس فوكال كوردز، ده فولس بيبقى متغطي بالريسبيراتوري ابيثيليوم برضو. اما اللي تحت ده فده ترو فوكال كوردز اللي هما اللي تحت دولت، الاتنين اللي تحت دي ودي الحتتين دولت. الترو فوكال كوردز هما دولت اللي بنتكلم بيهم وبيبقوا بيتحكم فيهم عضلة اسمها الفوكاليس ماسل. أما اللايننج بتاعهم بيبقوا لايند بإيه؟ لايند بستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد إبيثيليوم، إبيثيليوم مناسب للوظيفة بتاعته تقيل بقى اللي هو استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد. ده أنا قلت الكلام ده في الدياجرام اللي فات وقلناهم تيبيكال، ده انا قلته خلاص. تعال معايا ل ده قلنا برضو الكلام ده، نقلب على الدياجرام اللي جاي. التراكيه بقى نخش في التراكيه. التراكيه لما تيجي تبص لها هي عباره عن انبوبه وتلاقي دايما فيها اضلاع او اللي هي الرينجز، التراكيه الرينجز اللي عليها اللي هي بتبقى معموله بالهايلاين كارتليج. الحلقات تبقى واخده شكل حرف سي، سي شيب من قدام بتاخد الكيرف بتاعها وبتبقى فاضيه من ورا، فاضيه من ورا عشان تدي براح للاسوفجاس يتحرك ويعمل ايه الديستند او ياخد الاكل وهو نازل فيه ما يحصلش فيه اي مشكله، تدي واسعه من ورا عشان الاسوفجاس بيبقى فيه داخل فيه الاكل. ادي الدياجرام اهو بورت السي شيب اهوت اللي هو الكارتليج الموجود فيه، من ورا فاضي وبتبقى فيها فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو بدل الحلقات الكارتليج الهايلاين دي من ورا بتبقى فيها كده. الوول بتاعه كاركترستيكلي فيه عندي ثلاث طبقات، نمره واحد ميوكوزا، نمره اتنين سب ميوكوزا، نمره ثلاثة الفايبرو كارتيلاجينس كوت اللي هي الرينجز اوف هايلاين كارتليج اللي فيها. الميوكوزا بتاعت التراكية دي نفس ماركة الابيثيليوم اللي قلنا عليه اسمه ايه؟ اسمه ريسبيراتوري ابيثيليوم. الريسبيراتوري ابيثيليوم اللي موجود فيه بص معايا كده على الجنب هتلاقي الشكل بتاعه الجوبلت سيلز بتعمل فيه انتربشنز، حتت نقط بيضة كده في الحتة من جوه هتلاقي لونها نقط زي فراغات بيضة. دايما الميوكس جلاند بتبان زي فراغات كده سبيسز، هتشوفها دايما in between الابيثيليال سيلز. ولو دققت بالهاي باور نزلت عليها هتشوف السيليا بتاعة الريسبيراتوري ابيثيليوم. لو نزلت تحت في الكونكتيف تيشو كوريوم هتلاقي لوس كونكتيف تيشو ومعاه كتير من الجوالة بتاعة الميوكس ممبرينز، وخصوصا في الريسبيراتوري وفي الدايجستيف سيستم نلاقي كتير من الليمفوسايتس. الليمفوسايتس هنا مش محطوطة للزينة، دي محطوطة علشان تقوم بدور مهم في الديفنس، وبرضو معاها انتيجين بريزنتينج سيلز تشتغل هنا ديتكت اي انتيجين تخطفه على طول وتبعته للإميون سيستم. عندي كمان بعد كده الساب ميوكوزا فيها سيروميوكس جلاند ودي بتطلع ميوكس مع الجوبلت سيل برضو
عشان يدي شوية رطوبة ويكسو الحتة من فوق، اي سيكريشن ينطرد مع يلزق فيها ويطلع بره يتغسل، تغسل الريسبيراتوري باسج تنظفها. اما الفايبرو كارتلاجينس بارت ده بيدي سبورت للتراكية عشان ما تتقفلش، تفضل دايما بيتنت، مش واحد يجي يبلع لقمة تخينة تخنقه او يجي ينام يتنر ابته يموت. طبعا حاجة تدي سبورت كويس عشان ده فايتال باسج، مش اي كلام، ده حاجة مهمة لازم يبقى سبورتد بالايه تراكية الرينج دي، تفضل فتحة على طول، يفضل بيتنت. تعال بص بعد كده ننزل للكلام بقى، نقارن شكل التراكية من خلاله، لما نقارن ما بين التراكية والانترا بالمونري برونكس نعرف شوية فروق. ننزل شوية شوية في الريسبيراتوري سيستم، لما نقارن ما بين كل جزء والتاني عن طريق المقارنة هنفهم تركيب كل جزء يختلف ايه من التاني. احنا كده خدنا التراكية في الدياجرام اللي فات، طب ايه فرقها بينها وبين الانترا بالمونري برونكس؟ التراكية بعد ما بتدخل اللانج بتتفرع الى فرعين، واحد يمين واحد شمال. لما تشوف الفرق بقى في التركيب هتلاحظ على طول انه في فرق حصل لما التراكية دخلت والبرونكاي دخلت جوه اللانج، اتغير التركيب بتاعه. ازاي؟ اليومن بتاع التراكية لو قارنت بينه وبين الانترا بالمونري برونكس هتلاقي ان اليومن بتاع التراكية طبعا واسع، بينما ده من جوه بيبقى صغير شوية، صغرت. دايما الستيم الاساسي بيبقى كبير عن البرانشات بتبقى اصغر. طيب الابيثيليوم اللايننج بتاعه بيبقى نفس النوع، نفس النوع، هنا زي هنا ريسبيراتوري ابيثيليوم، مفيش تغيير. بالنسبة للميوكس فولدز، الميوكس فولد دي يا جماعة لو بصيت عليها هتعرف الحكمة دايما بتطلع منين. لما تبص على التراكية لما شفناها من شوية كانت عبارة عن حرف سي، قدام الحرف السي ده بتبقى سبورتد بالكارتليج، فتلاقي الميوكس ممبرين مفرود قدامه. لما تبص على التراكية من ورا، لو رجعت للشريط من ورا وبصيت على شكل التراكية من ورا هتلاقي عليها فولد موجود جوه الناحية الحتة اللي ما فيهاش كارتليج. عشان كده لما بنزل في الانترا بالمونري برونكس الاقي ان الفولد بتبقى موجودة في التراكية ورا بس، يعني السيش الدوران كده كله ناعم وسموس، والحتة اللي ورا هي اللي فيها الفولد. بينما هنا في الانترا بالمونري برونكس هتلاقيها كل الوول مليان بالفولدنج، داير ما يدور كده هو. يبقى ده فرق مهم بين الانترا بالمونري برونكس وبين التراكية. طيب الكارتليج بتاع التراكية عارفينه كان عبارة عن حرف سي، واخد حرف سي، نعملها زي الناس اهي، واخد حرف ايه سي شيب. بينما في الانترا بالمونري برونكس ما بيبقاش كده، ده هتلاقيه تقسم بقى قطع صغيرة بتسبورت الوول، وده اللي بيخلي الريجولاريتيز في الميوكوزا تظهر، يعمل لي الريجولاريتيز الموجودة في دي تبقى باينة. الوول بتاع التراكية بيبقى فلاتند بوستيريرلي، الحتة اللي ما فيهاش كارتليج، بينما في الانترا بالمونري برونكاس بيكون ايه؟ بيكون سيركولر الوول، الدوران بتاعه كده. طب سب ميوكوزا بتبقى موجودة في التراكية، موجودة، بينما في الانترا بالمونري برونكس فبنقلل بقى نضيق شوية يبقى نستغنى عن طبقة السب ميوكوزا، مفيش. طيب الميوكس جلاند بتبقى موجودة في التراكية في السب ميوكوزا لان عنده سب ميوكوزا، لكن هنا في ما بين في الانترا بالمونري برونكس موجوده بس ما عندوش سب ميوكوزا، فتطلع فين؟ ان بتوين الكارتليج بليتس، ما بين الكارتليج بليتس وبعضهم. لمف نود بتبقى موجوده، مفيش في التراكيه، لكن تبقى موجوده تظهر في جنب الانترا بالمونري نوديولز، عفوا اللمف نوديولز
بتبقى عباره عن تجمعات من الليمفا فوليكلز، الليمفويد فوليكلز تبقى باينه في الانترا بالمونري برونكس لكن مش موجوده في التراكيه. طيب في جوبلت سيلز اخبارها ايه؟ الجوبلت سيلز هنا بقى الحته فيها عايزين نفهم الاستراكشر تو فانكشن دايما ريليشن شيب. اللنج بصفه عامه او ريسبيراتوري سيستم بصفه عامه لما تطلع فوق كل ما تبتدي من فوق تلاقي الميوكس والجوبلت سيلز كتير فريكوينت، كل ما ننزل لتحت ناحيه الالفيولاي كل ما تقل الايه الجوبلت سيلز، يبقى هي اكتر في التراكيه وشويه اقل في بالديكريز في الايه الانترا بالموناري برونكس. طيب كده خلاص نقارن في الليفل اللي بعده بقى. الليفل اللي بعده الانترا بالموناري برونكس اللي فوق ده هو بيتفرع الى برانشات اصغر شويه بنسميها البرونكيولز. ايه البرونكيولز دي بقى؟ البرانشات الارفع المستوى الثاني بعد كده او الثالث. البرانش الكبير يتفرع الى اصغر، كل ده بنتكلم في الايه الكوندكتيف بارت او كوندكتيف ديفيجن من الريسبيراتوري سيستم. بص معايا كده للجدول، اليومن بتاع الانترا بالمونري برونكس بيكون واسع كبير بينما في البرونكيول بيكون اصغر. قلنا كقاعده عامه الكبير فوق والصغير بينزل على ارفع ارفع فارفع وهكذا. الابيثيليوم اللي موجود على الانترا بالمونري برونكس بيكون ماركته ايه؟ ريسبيراتوري ابيثيليوم تيبيكال، بينما بتاع البرونكيول بيبتدي بقى زي ما قلت لك القاعده بتاعتي اللي فوق اللايننج، كل ما فوق يبقى فيه جوبلت سيلز كتيره وسيليا كتير، تحت يختفي السيليا وتقل الجوبلت سيلز. ليه؟ لان الديامتر بتاعها صغر، الديامتر طالما صغر يبقى ما عنديش مكان للكلام ده، انا محتاج هنا ادي سكه طريق، لان لو صغر عن كده بالميوكس وبالسيليا اللي موجوده وبالحاجات دي تخن بتقفل اليومن، يبقى انا الانسب ليا كده ان انا استغنى عن الجوبلت سيلز وعن السيليا شويه تقل، وابتدي اركز بقى على ان انا اخلي اوصل الهواء ادخل هواء اكتر. فدي تعتبر كولامنر او لو كولامنر او كيوبيكال سيلز، وبرضو ممكن عليها بعض السيليا. تمام، حاجات بسيطة. الكارتليج اللي هنا بيبقى بريزنت لكن وعلى شكل الريجولار بليتس، لكن في البرونكيول لما تيجي تبص عليه يبقى ملوش لازمة البرونكيول، انا بقى كده الول كده صغر خالص، ده حاجة رفيعة بقت حاجة يدوبك يعدي فيها الهواء، لو حطيت فيها كارتليج يقوم يتخن الول يقفله بتبقى ايه ملهاش لازمة. يبقى انا كده استراكشر بتاعي مش محتاج كارتليج. طب بدل الكارتليج ده انا دلوقتي خايف يتقفل اليومن ده، اخاف عليه يتقفل، نحط بداله ايه؟ نحط بداله سموث ماسل يا محترم، اهو السموث ماسلز هي دي اللي تنظم لي دخول الهواء، ابقى انا عندي حته فيسيولوجيكال بقى اتحكم فيها في الهواء، ادخل هواء كتير او قليل او كتير. السموث ماسل طبعا الانرفيشن بتاعه يشتغل بسمباثاتيك وبارا سمباثاتيك، السمباثاتيك يدخل لي هواء كتير، البارا سمباثاتيك يقلل يعمل ايه كونتراكشن في الباسجز ده هي تصغرها. والسموس ماسل بتاعت البرونكيول بتلعب دور مهم كفي ديزيز اسمه البرونكيال افما اللي هو الحساسية الصدر اللي بيحصل فيه ضيق في الممرات الهوائية لما بيحصل اتاك، وده موضوع مهم ولو كلينيكال ابليكيشنز. الميوكس جلاند اللي احنا قلنا عليها بتبقى في الميوكوزا او عفوا في الصب ميوكوزا بقى او كائف في التراكية، وظهرت في ان بتوين الكارتليج بليتس في الانترا بالمونري برونكس بتبقى هنا موجودة، لكن بعد كده طبعا عشان الول رفع بتروح تختفي. الليمفاتيك نوديولز طبعا هنا عشان الول تخين تبان، وهنا عشان مفيش تخن تبتدي تختفي تاني.
الورك خلي بالك كل مدى بنستغنى عن حاجات وحاجات تانية تظهر. الجوبلت سيلز انا قلت لك قاعدة من شوية بنكترها فوق وكل ما تنزل كل ما تقل، حتى فيسيولوجيكال مهمة، يبقى دي مور فريكوينت، هنا هتبقى less frequent، أقل في العدد بتاعها، ما تبقاش كتير. طيب تعال بقى نكمل كلامنا على المستوى الصور بقى، وريني الصور. الصور اللي هنا هتشوف معايا ده شكل التيبيكال برونكس. بص معايا على الوول الريجولاريتيز اللي في الوول اهي اللي قلنا عليها، والريجولاريتيز مالية الدوران كله، تمام؟ نمسحها خالص. الدوران اللي موجود ده مليان بالفولدنج اللي فيه. الفولدنج ده هوت نتيجة ايه ظهر؟ نتيجة ان مفيش سبورت، الكارتليج بقى قطع صغيرة مش حاجة كبيرة، حتت انتربتد بليتس اوف كار، حتت من الكارتليج ما هياش كبيرة، واخدة اجزاء مش حتت كاملة. لو بصيت عليه مش هتلاقي طبقة سب ميوكوزا مش باينة، هتلاقي بعض الجلاند ظهرة in between الكارتليج بليتس في حتت دقة صغيرة. بص معايا الحتت اللي ممكن تبقى فيه طبعا ارتريز، لازم ارتيريال سبلاي. خلي بالي اللنج اصلا من ضمن الفاسكولار اورجانز، فيري فاسكولار اورجان، لانها بتقوم بدور تبادل الغازات ما بين البلاد وما بين الهواء، ففي فتحات كتيره للهواء وفي بلاد فيسلز كتيره عشان تدي بلاد سبلاي. البلاد سبلاي بتاع اللنج واخد 2 بلاد سبلاي كمان، دي دبل 2 دبل بلاد سبلاي. بلاد سبلاي جاي لها من البرونكيال ارتريز وجاي من البالمونري ارتري اللي طالع من الهارت على طول من الرايت سايد. بص معايا كمان على الالفيولي او الالفيولاي اللي موجوده ديت. اللنج بصفه عامه لما بتشوفها لاول مره بتتعرف عليها بسهوله قوي، من اسهل الاورجان اللي بتتعرف عليهم لو كنت في امتحان عملي. ليه؟ لان السبيسز اللي فيها كتير قوي مخرمه وباينه، وشكل اللي هي البرونكاي والبرونكيولز بيقول على طول هي ايه الشكل بتاعها. بص معايا بقى تاني، نكبر شوية بقى هنا المنظر بتاع ده بتاع حاجة تانية اللي هو برونكيول. نزلت أنا هنا على مستوى البرونكيول، بص جوه البرونكيول ده كده وقول لي إيه رأيك. لما تشوف الشكل دوت المنظر هنا بيقول إيه شكل البرونكيول. أولا الريجولاريتيز في الميوكوزا موجودة. بص معايا ما عادش في السيليا، بقت أقل وضوح. الجوبلت سيلز تقريبا اختفت، ما عادش فيه جوبلت سيلز كتير، هي موجودة بس أقل من الأول. الإبيثيليوم بدل كولامنر العالي ده هبط بقى حاجات قصيرة كيوبيكال شوية أو لو كولامنر. بص معايا فين، قول لي على حوالينا اللي كان اللي هي الكارتليج بليتس، اختفت ما فيش كارتليج بليتس. أمال إيه ده اللي موجود بقى فيه؟ أهو دي سموس ماسلز يا جماعة، كل دي سموث ماسلز اهي، الوول فيه مليان سراوندد بسموث ماسل لاير. السموث ماسلز دي بتتحكم في الديامتر بتاع البرونكيولز. اما بقيه اللانج فالالفيولاي واضحه هيت، والابيثيليوم بتاع الالفيولاي ده يا جماعه مهم قوي برضو نتكلم عليه بعد شويه. كريسبيراتوري برونكيول ده الممرات الاصغر حجما في الايه الريسبيراتوري سيستم. لما تيجي تشوفه او تبص عليه هتلاقي الديامتر بتاعك نزل اقل من نص ملي متر، نزلنا تحت نص ملي متر، يعني جاست فيزيبل بعينينا نشوفه. ده بيكونسيدرد از ا ترانزيشن ما بين الكوندكتنج بارت والريسبيراتوري بارت. لايند بايه؟ لايند بحاجه خفيفه خالص، ابيثيليوم على قده، سيمبل كيوبيكال مع حاجة اسمها كلاب سيلز. الله، ايه كلاب سيلز دي؟ الكلاب سيلز دي سبيشال تايب بيميز البرونكيولز عن، بيظهر في البرونكيولز برضو على فكرة وفي الريسبيراتوري برونكيولز، هنقول عليه بالتفصيل حالا دلوقتي
مش عايز ازحم دماغكم بيه. انما هنا بقى في حاجه اسمها لامينا بروبريا، اللي هي دوبك ثين لاير اوف كونكتيف تيشو تحتيه، عباره عن ايه؟ فيها الاستيك كونكتيف تيشو، ده مهم عشان يدي الاستيسيتي لللنج، مع سموس ماسل برضو عشان تدي كنترول للاوتونوميك نيرفس. تعالى سيدي للكلاب سيلز اللي كانت مشهوره زمان باسم كان سموها كلارا سيلز، وبعض الكتب القديمة بتقول بنفس الاسم، بتقول عليها كلارا سيلز. الاسم الحديث سموها كلاب سيلز، وده هي بتبقى ضم شيبت، لها راس مقوس ايبكس كده زي القبة مدورة من فوق، ودايما تلاقيها في التيرمينال برونكيولز، الحتة نهايات الجزء الكوندكتيف بارت تظهر عليه. السيلز دي ميتوتيكالي اكتف، بتنقسم شغالة وبتشكل السبو او اللايننج الاساسي للتيرمينال برونكيولز، والبرونكيولز برضو تظهر فيها كتير. السيلز دي دورها ايه؟ بتعمل ايه مختلف عن الريسبيراتوري سيستم اللي شفناه؟ قال لك بتطلع ماده اسمها السيرفاكتانت. السيرفاكتانت ده حاجه ماده بتبقى ليبيد، عباره عن فيها محتوى عالي من الليبيدز، ودي بتقوم بدور عشان تساعد على بتخلي الريسبيراتوري باسج في النهايات بتاعتها بتكيب ات اوبند، تفضل مفتوحه ما تتقفلش، ما يحصل لهاش كولابس، وده دور مهم. بيتفرز دايما السيرفاكتانت في التيرمينال برونكيولز وعشان يخليه مفتوح، وبرده في الايه الالفيولاي ما لازم يطلع سيرفاكتانت وليها خلايا بتفرزها غير الكلاب سيلز. هنا الكلاب سيلز بتطلعها، هناك في سيلز تانية هنقول عليها حالا دلوقتي. في الكلاب سيلز مش بس بتطلع للسيرفاكتانت، دي بتعمل دور مهم في الاميونيتي، ليها دور مهم كإنيت اميونيتي. إنيت اميونيتي على طول بتهاجم السيلز، بتقوم دور في الديفنس في الاميون سيستم. ده شكل الكلاب سيلز اهي، جميله جدا. دياجرام عفوا الاي ام اللي محطوط، شوف شكل السيلز. الكلاب سيلز هنا واضحه، هي قدامك زي الشمس. ده حتت فيها بعض السيليا موجوده، ودي قاعده جنبهم او محشوره بينهم اللي هي الكلاب سيلز. ايه تاني؟ الالفيولار داكت، ده المستوى اللي بعد كده بقى. طلعنا من التيرمينال برونكيول، اخر حته في الكوندكتيف بارت بقى هي الالفيولار داكت. دي بقى بيتفرع تطلع من التيرمينال برونكيولز حاجه اسمها الالفيولار داكت. الالفيولار داكت ده عباره عن برانش من الريسبيراتوري برونكيولز، وبيبقى الغطاء بتاعه طبعا على قده لان ده حاجه رفيعه خالص، بيبقى متغطي بسكويموس ايبيثيليوم. السكويموس ايبيثيليوم مبطط كده، بيبقى اللايننج بتاعه ديليكت كونكتيف تيشو على قده، فتلتين كده ريتيكولار كونكتيف تيشو، وبعض الالاستيك فايبرز خفيفه، وسموث ماسل على قده برضو 2-3 فايبرز جنب بعض، بتاكت از سفنكترز. الماتريكس بيبقى ريتش ان الاستيك، هنا اللي هو الماتريكس الكونكتيف تيشو اللي حوالين الالفيولار داكت، بيبقى غني بالالاستيك والريتيكولار فايبرز عشان تدي سبورت للالفيولاي. بعد كده شكل جميل لللنج، هنا مقطوع تشوف فيه التفريعات والتفريعات التفريعات عشان تشوف فيه. هنا شوف معايا التيرمينال برونكيول اهي، تيرمينال برونكيول كبيره ازاي لما اتفرعت ادت ريسبيراتوري برونكيول ار بي، ريسبيراتوري برونكيول هنا، وبعدين اتفرع وادانا الفيولار داكت. الالفيولار داكت فتح على الالفيولاي بقى في الاخر. ايه الالفيولاي بقى؟ دي اللي فاضل، اللي هي الدوريات الكبيره دي اللي بتشغل اغلب حجم اللنج. الفوليوم بتاع اللنج ده اغلبه عباره عن الحته بقى بتاعه الريسبيراتوري اكستشينج، بقى الريسبيراتوري فانكشن الاساسي بتاعنا كعملية ريسبيريشن. بص الالفيولار داكت هنا، دي اي دي بفتحة هنا اهي، وبتفتح على
اللي هي الايه البرونكاي، عفوا تفتح على الالفيولاي، الفيولاي عفوا الفيولاي، هي دي ايه الفيولاي والفيولاي. وخلي بالي بين الالفيولاي وبعضها بيبقى فيه فتحه بتبقى انتر الفيولار بورز، بتعدي ان بتوين السبتم، في سبتم بيبقى حاجز بين الالفيولاي وبعضها. كتير بنشوف فيه بورز، البورز دي مهمه عشان تدي كوميونيكيشن للهواء، لو في حته مش داخلها هواء كويس اكسجين يقوم يخش من الفيولاس للتانيه يدي انتشار لللنج جوه اللنج عشان تساعد الوظيفه بتاعتها. في الالفيولاي دي بتبقى بقى اخيرا اخر حاجه حاجه زي ساك لايك، ساك لايك استراكشر زي الكيس كده هوت. بص تلاقي الكيس ده هوت راوندد او الريجولار ان شيب، لو شفت له شكل بالسكاننج الكترون مايكروسكوب هتلاقيه عامل زي الكهف، كهف تركيبه كده تجويف ليه ابعاد ثلاثيه فراغ. الفراغ دوت الديامتر بتاعه اراوند 200 مايكرومتر في الديامتر، مختص اساسا بالجازيس اكسشينج، وفي انترستيشال سيلز زي بعض الفايبروبلاست والماست سيلز وبعض كمان الايه الماكروفيجز تبقى موجوده جوه الالفيولاي او حواليه او ان بتوين الالفيولاي وبعضها، ماكروفيج الفيولار ماكروفيجز اللي بيسموها الالفيولار ماكروفيجز ده هي بيسموها ايه، بيسموها يا اما الداست سيلز يا اما الهارت فيلير سيلز، ده حسب ما اللي بتحتويه. اذا كانت بتحتوي على داست فنسميها داست سيلز، اذا احتوت على بلد فيسموها هارت فيلير سيلز. يعني ايه هارت فيلير سيلز؟ مع الهارت فيلير لو تاخد الباثولوجي بتاعه هتلاقي بيحصل كونجيشن في اللنج، نتيجه الكونجيشن بيحصل هيموريدج لبعض البلد بينزل جوه الالفيولاي الالفيولار سبيسز، فاللي بياكلوا مين؟ اللي بياكل البلد وبيخل بينضفه دايما اللي هي الالفيولار ماكروفيج. لما بتاكل البلد يتحول جواها الى هيموسيدرين ويسموه الهارت فيلير ايه سيلز. ابص معايا هنا بقى على الحاجه مهمه بنقول عليها دايما في الاسئله بتاعتنا في حاجات كتيره بنسال عليها، اللي هي البلد اير بارير. بلد اير بارير ده الحاجز اللي ما بين البلد والهواء، اللي بيفصل الحته اللي بيحصل فيها الايه الريسبيريشن بقى الترو ريسبيريشن بيحصل فيها. البارير ده بيتكون من مجموعه من الخلايا اللي بتفصل ما بين الهواء والبلد سيلز اللي هي الريد بلد سيلز. ايه هي؟ اولا التخانه بتاعته من حوالي 0.1 الى 1.5 مايكرومتر، حاجه رفيعه جدا. ايه الكومبوننت بتاعته؟ عندي ثلاثة كومبوننت وانت تقدر تستنتجهم من نفسك، الذكي او اللي خد باله يقدر يعرف ايه هم الثلاثة سيلز دولت. اولا الالفيولار ابيثيليوم اللي هو بيتكون من ابيثيليال بتبقى فلاتن سيلز وشفناها في الصور اللي فاتت. نمرة اتنين الابيثيليوم ده من حقه يبقى تحتيه بيزمنت ممبرين كزي اي ابيثيليوم. وبعدين بعد كده في عندي السيتوبلازم بتاع الاندوثيليال سيلز، الاندوثيليوم اللي هو اللي جوه اللي بيلاين البلاد فيسل بقى ده من حقه يطلع له برضو في اندوثيليال سيلز، وديت الثلاثه مع بعض هو الهواء لازم يعدي من ده من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل خلال هذا البارير. ومن هنا ده خد اهميته كحاجز بين البلاد والاير. طيب تعال بص معايا بقى على الطبيعة الدنيا عاملة ازاي، رفيعة قد ايه. الالفيولاي اولا بيبقى فيها اللايننج الاساسي الرئيسي بتاعها خلية مهمة جدا اسمها النيوموسايتس. النيوموسايتس ده هي عبارة عن ايه، بص معايا كده للمنظر ده، سيكشن رفيع سيمي ثين سيكشن للالفيولاي. لما تبص على ايه الرفيع او ده ديت يدوبك
اللي هي النيوموسايت تايب 1 نيوموسايتس، ودولت في الحقيقه عباره عن اتنين نيوموسايت لازقين في بعض، اتنين وبينهم بيسمنت ممبرين، حاجه رفيعه خالص بيصل التخن بتاعه، قلنا حاجه بتاع الوحده النيوموسايت الواحده حوالي 25 نانو والثانيه 25 نانو، ادي 25 ومعاهم يا دوبك بيزمنت ممبرين وحاجات خفيفه، فالحكايه بتبقى يا دوبك يعني الترا ستراكشر. الحكايه دي ليه؟ ده يعتبر ارفع نوع من الابيثيليوم في الجسم تقريبا، وعدد السيلز اللي هي نيوموسايت تايب 1 دي هي اللي بتشكل اغلبيه اللايننج بتاع الالفيولاي 95%. اما ال 5% التانيين دي ايه؟ قال لك دي خليه تانيه اسمها تايب 2 نيوموسايتس. الخليه ديت مش مسطحه ومش مبلططه زي التانيه، لكن دايما تبقى عباره عن كيوبويدال سيلز كده، تبقى كيوبويدال او راوندد سيلز او بوليجونال سيلز، تشوفها بكميه او عدد قليل في الالفيولاي. خلي بالك من حاجه مهمه معلومه، النيوموسايت تايب 1 ده هي الرفيعه اللي قلنا عليها تعتبر اند سيلز، ما بتخشش في ديفيجنز تانيه. اما لو ماتت يجرى لنا ايه؟ قال لك لما بتموت او بيحصل لها لص، وده فيري كومن مع حالات زي نيومونيا مع البرونكايتس مع الانفكشنز اوف ذا لانج واتيفر، وهو حاجه زي اللي شغال دلوقتي الكورونا اللي بيدمر اللانج. الحاجات دي لو حصل ريجنريشن يطلع منين السيلز دي؟ تطلع من التايب 2. تايب 2 دي هي اللي بتعوض الالفيولار لايننج يرجع زي ما كان، ودي بتشتغل في حدود طبعا اذا كان الدمج معقول او بسيط تقدر تعوضه، اذا كان الدمج ماسيف فيبقى كده بتبقى نهايه مش ظريفه. تايب 2 نيوموسايت انا قلت من شويه على حاجه اللي بتخلي التيرمينال باسج دايما مفتوحه، الا وهي الايه اللي بيسميناها مين؟ سميناها السيرفاكتنت. اللانج سيرفاكتنت ده مهم جدا عشان يخلي الايه الالفيولاي مفتوح. خلي بالك في حاجه اسمها اهو في فتحه اللي قلنا عليها ما بين الالفيولاي وبعضها سميناها الالفيولار بورز او الفيولار بورز اوف كون. البورز دي بتخلي الفتحات بتعمل فتحات او بتظهر على شكل فتحات ما بين الالفيولاي وبعضهم عشان تدي اتصال بين الحتت وبعضها. لو في حته فيها ضغط عالي تدي للي ضغطها واطي، لو هنا الهواء موجود هنا اقل بتدي اتصال وتدي دور مهم في الجاز اكسشينج انتشار للهواء بسرعه. التخانه بتاعته الدايمتر من 10 ل 15 مايكرومتر في الانتر الفيولار سيبتم. اما نيوموسايت تايب 1 دي بقى كانت بالتفصيل كلام عليها، ده انا قلت كلام عنها كتير في الفتره اللي فاتت في الشويه اللي فاتوا. هي عشان بامانه نشوفها باللايت مايكروسكوب احنا يا دوبك بنشوف منها النيوكليوس بتاعتها فقط، بنشوف منها ايه النيوكليوس فقط لا غير. النيوكليوس هي اللي بتظهر لي بتاعه تايب 1 نيوموسايت. بيبقى في تايت جانكشنز بينها وبين بعضها، وقلت على الالفيولار بورز، والنيوكليوس بتاعتها والاورجانيلز بتوعها دايما تجمعهم في حته واحده وتلاقي بقيه السيلز مجرد ممبرين في ظهر ممبرين يا دوبك، ما نقدرش نشوفها الا بالكترون مايكروسكوب في المنطقه دي. النيوموسايت اللي هو تايب 2 بقى، وده اللي بتبقى كبيره وبتبقى راوندد سيلز او بيسموها سيبتال سيلز برضو كاسم تاني، بتبقى كيوبويدال او راوندد او بوليجونال ان شيب، بيبقى فيها بعض المايكروفيلاي بتظهر. بالالكترون مايكروسكوب بتلاقي فيها لما تيجي تشوفها كده شوفوا دياجرامات ليها جواها حتت تلاقي فيها دورانات او لايرز لاميلي جوا بعضها كده، بتلاقي جواها الترا ستراكشر عامل الشكل ده.
ده بيسموه المالتي لاميلر بوديز. المالتي ايه؟ لاميلر بوديز. المالتي لاميلر بودي ما هو الا الايه، حاجه مواد غنيه بالفوسفوليبيدز اللي هي بتعمل منها ماده الايه، السيرفاكتنت. والسيرفاكتنت قلنا عليه ده مهم علشان عمليه انه يفتح الايه، الريسبيراتوري باسج. اللانج سيرفاكتنت ده ايه قصته؟ قصه اللانج سيرفاكتنت باختصار، وده حاجه مهمه وليها كلينيكال ابلكيشنز. اللانج سيرفاكتنت اولا هو بيقلل لي السيرفس تنشن، بيديكريس السيرفس تنشن، التوتر السطحي بتاع الالفيولاي بيقل، يقوم يخليها تتفتح. دي خاصيه في الفيزياء بمعروفه، لما تفضل مفتوحه تقوم الالفيولاي ما تبقاش كولابسد. والكلام ده له تطبيقات كتيره في الفورنسيك ميديسن وفي الفيسيولوجي وفي الكلينيكال ميديسن، هنشبع منه كلام. خلي بالك يعني مثلا مرض من الامراض المشهوره ككلينيكال ابلكيشن اللي هو ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، الطفل بيتولد باللون الازرق، يجي خبطوا عليه عشان يتنفس مش بيتنفس، بيبقى عنده صعوبه شديده في التنفس، وبتبقى مشكله لان عنده السيرفاكتنت قليل او ايه، حاجه مش كافي، فالالفيولاي مش عارفه تفتح وبيبقى فيه مشكله في التنفس، فبيعمل مرض اسمه ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. ديفيشنسي ده اللي هو اللي انا بقول عليه دلوقتي، ديفيشنسي اوف لانج سيرفاكتنت. شكل بقى التيبيكال منظر جميل للالفيولاي، والحته بقى بتاعه الايه، البلاد اير بارير. شوف هنا الكابيلاريز دي جوايا دوبك واحده ار بي سيز، واحده هي اللي موجوده. الار بي سيز الموجوده دي تشوفها بالعافيه هنا بين السيلز وبعضها، تشوف اهي اللايننج الرفيع ده، شوف هنا دي النيوكليوس بتاعت اللي هي الابيثيليال سيلز، الالفيولار سيلز، الريد بلاد سيلز. وخلي بالك ان اللي هي تايب 1 نيوموسايت بتجمع لي كل الاورجانيلز بتاعها بالنوايا بكل حاجه عشان ما تزحمش البلاد اير بارير، بتجمعهم على جنب بعيد، تقوم تدي فرصه للريسبيريشن. بقول لك الاستراكشر تو فانكشن ريليشن شيب. اما تايب 2 او السيبتال سيلز اهي، شوف اهي منظر سهل جدا تعرفها بيه، اللي بتعمل لنا السيل. اخيرا بنخلص الموضوع دلوقتي، نبص بكلمه سريعه عن البلورا، وبعد البلورا هنتكلم على البلاد سبلاي والنيرف سبلاي اوف ذا لانج، ده اخر كلام عندنا. البلورا هي عباره عن سيروس ممبرين، غلاف بتاع اللانج. الغلاف ده بيبقى له بارايتال لاير وفيسرال لاير، بارايتال من بره والفيسرال من جوه، وبيبقى عليه سموس اندوثيليال لاير كفرنج ابيثيليال او ميزوثيليال، عفوا ميزوثيليوم، لان المنشا بتاعه من الميزوثيرم فبيسموه ميزوثيليوم. هذا ما بين الطبقتين بيبقى فيه ثين فلويد، بسيط قوي من كميه بسيطه من الفلويد عشان عمليه اللوبريكيشن، احتكاك التو سيرفيسز مع بعض اثناء عمليه الريسبيريشن. ده طبعا النورمال. الابنورمال ان يتكون فلويد جوه البلورا كتير، ده بيسموه الايه، بلورال افيوجن، فلويد كتير تراكم جوه البلورا، ده حاجه مرضيه نبقى نسمع عنها كتير بعدين كلينيكال ان شاء الله. البلاد سبلاي اوف ذا لانج زي ما قلت انا من شويه وانا بتكلم على الدبل بلاد سبلاي، في جزء جاي لي من البالمونري ارتري وجزء تاني جاي من البرونكيال ارتري. بالمونري ارتري طالع مباشره من الهارت عشان ينقل الدي اوكسجينيتد بلاد، يدخله اللانج، يقوم يحصل له اوكسجينيشن في الالفيولاي، ويرجع تاني للهارت عن طريق الفينز اللي داخله في الليفت اتريوم عشان يرجع البلاد تاني ويبتدي يضخ الاورطه، يطلع دم نظيف اوكسجينيتد يعني. اما البرونكيال ارتري فده بيطلع بيدينا برانشز، بتدي الوولز الجدران بتاعه البرونكاي،
بيمشي مع البرونكيال تري وبيسبلاي الوولز بتاعها وبيدي الانتر الفيولر الانترلوبيولر عفوا انترلوبيولر سيبتا والفيسرال بلورال. الفينيولز بتطلع من الارتريولز الصغيرة في الاخر وبتعمل لنا كابيلاري نتورك وبتجمع نفسها وبتطلع في الهايلم عن طريق البالمونري فيتس. بتجمع مع البرونكيال تري بتطلع مع بعضها وتدي الفينز تطلع بعد كده. الليمفاتيك اوف ذا لانج في مجموعتين كبار من الفيسلز، في سوبرفيشال او بلورال ليمفاتكس وفي عندي ديب او بالمونري ليمفاتكس. السوبرفيشال دي بتبقى سطحيه من بره مع البلورا او قريبه منها، وفي ديب فيسلز بتمشي قريبه بتبقى جوه الايه اللانج من جوه، ودي تدي الديب او البالمونري ديب ليمفاتكس. النوعين سواء سوبرفيشال او ديب بيدرين في الهايلر ليمف نودز، والهايلر ليمف نودز بتاعت اللانج دي من اهم ما يمكن في الكلينيكال ميديسن، لان بنشوفها ليها تغير في الحجم بتاع بتبقى ليها سيجنيفيكانس مهم تبقوا تعرفوه ان شاء الله في التطبيقات بتاعتنا. اما النيرف سبلاي اوف ذا لانج فطبعا واضح من شرح وجود السموس ماسلز ووجود الانرفيشن اللي قلنا في حتتين فيهم انرفيشن قلت عليهم وانا بتكلم. الانرفيشن بتاع البرش سيلز اللي موجوده في الريسبيراتوري ابيثيليوم بيدخل لها نيرف سبلاي، والنوع الثاني من الانرفيشن للسموث ماسلز اللي محوطه البرونكيولز وداخله بتدي التحكم في الديامتر بتاع البرونكيولز. فديت بتبقى حاجه من اتنين، يا تبقى بارا سيمباثيتك يا اما تكون سيمباثيتك زي ما قلت. النوع الاولاني بوست جانجليونيك بارا سيمباثيتك، وده من الفيجاس فيجال فايبرز، ودي تعمل ايه كونستريكشن للالفيولاي تضيق عفوا البرونكاي البرونكيولز. والنوع الثاني السيمباثيتك، وده بيعمل اكتيفيشن بتاعه يعمل دايلاتيشن في البرونكيولز. لما تحب تشوفه ده في الفارماكولوجي بقى يقول لك ليه بندي حقن ساعات مش دايما، ما تاخدهاش قاعده، وكلامي طبعا مش نهائي، انا بقول لك اكزامبل عشان نفهم بس فيسيولوجي والاستراكشر تو فانكشن حتى كابلكيشن. عشان كده بعض سيلكتد بيشنت بعضهم مش كلهم بنديهم ساعات حقن ادرينالين سبكوتينيوس علشان او بنخلطه مع بعض حاجات ونديهوله. ادرينالين ده طبعا سيمباثيتك هرمون بيطلع من الادرينال جلاند. لو حقناه في الناس اللي عندهم كونستريكشن او ضيق في البرونكيولز نتيجه مثلا برونكيال ازمه يقوم يوسعها لانه بينشط السيمباثيتك سيستم فيوسع الايه البرونكيولز. ارجو ان نكون ان شاء الله كده الدنيا يعني اتحسنت والحمد لله نكون فهمنا الهيستولوجي اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. تحياتي لكم جميعا واشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تأمين.